اخدنا المرة اللي فاتت حرف الكاف، كاف كرة، كاف كلب، كاف كتاب. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض في الصفحة دي. اول حاجة هنا هنعملها هنلون، هنلون حرف الكاف والكلب. كاف كلب، زي ما احنا عارفين ان كلب من كلمات حرف الكاف، بس واحنا بنلون نخلي بالنا نبقى التلوين جوه الشكل عشان تبقى الصورة بتاعتنا حلوة وجميلة. تعالوا نشوف هنا هنعمل ايه كمان مع بعض. هنا هنوصل، هنوصل كل صورة من دي بصاحبتها اللي هنا. اول صورة معانا صورة كرة، كاف كرة. الكرة بتلعب بيها فين؟ في الملعب، يبقى هنوصل الكرة بالملعب. تاني صورة معانا صورة ايه؟ كلب. الكلب بيحب ياكل ايه؟ العظمة، يبقى هوصل الكلب بالعظمة عشان يروح ياكلها بسرعة. تالت حاجة معانا، اخر حاجة كمان، هي صورة كتاب، كاف كتاب. الكتاب دايما بيبقى معاه القلم، هنوصل الكتاب بالقلم عشان ممكن نكتب حاجة في الكتاب، يبقى لازم معانا ايه؟ القلم. الكرة بتلعب بيها في الملعب، الكلب بيحب ياكل العظمة، والكتاب يبقى معاه القلم.